27 نيسان أفريل 2007، تاريخ ما بينتسى. نادين نجيم ملكة للبنان، ومن لبنان للكون. قبل ما تكون ملكة، كانت حياة نادين بتشبه حياة أي صبية جامعية، عم تدرس وتتعب حتى تبني مستقبلها شوي شوي. أنا من الأول كان عندي إحساس إنه بنتي رح توصل لمحل معين، مشان هيك أنا كنت دايماً عم شجعها، لأنه أنا كأم عم بتطلع ببنتي وعم شوفها، بشوف جمالها، بشوف تصرفاتها، بشوف ذكائها، بشوف الطريقة اللي هي عايشة فيها. اختصاصها إدارة أعمال، وهدفها تكون صاحبة مؤسسة بتديرها بنفسها. هيك كان المخطط قبل ما تنقلب حياتها، وبدل ما تمشي خطوة على الأرض مشيت خطوات صوب الحلم. الجمال شرط لملكة الجمال، ونادين بتعرف إنها حلوة بعيون الناس، وبتعرف أكتر كيف تحافظ على شكلها وقلبها وبساطتها. الجمال هو أنا عندي بالبساطة، أنا ما بحب كتير أتفلسف بجمالي، إذا بدكم بحب كل شيء يكون سام، كل شيء يكون على الطبيعة وهيك. تمشي نادين على إيقاع العصر، سريعة من دون تسرع، شجاعة من دون تهور، وإذا ما في وقت تخلق وقت حتى تحس إنها مش رقم بالحياة، بل فعل وحركة والتزام.